السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني الأعزاء. اليوم هنتكلم عن مشكلة عدم وجود تبريد في ديب فريزر أفق. ديب فريزر بيعمل زي ما احنا شايفين، ولكن واقف كده أو شرح. عايزين نتقدم بخالص العزاء يا ابن صوت المرحوم خالد المعمولي، وطبعا هو أحد أصحاب القنوات على اليوتيوب، ماشي. فنرجو من الله عز وجل أن يتغمده الله برحمته ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويجعل ما قدمه من علم في ميزان حسناته، وللأسرة خالص العزاء وللفقيد الرحمة والمغفرة. ونتمنى من الله عز وجل أن يغفر له ولكل من قام وساعد في نشر العلم، ربنا يجعله في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا إن شاء الله.